يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أتى إلى وادي طوى الآن هل يخلع عليه بدليل قوله سبحانه فاخلع عليه؟ شرع من قبلنا، ما شرع لنا هذا، مشروع لمن قبلنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ قالوا ولذلك اليهود لا يصلون في نعالهم، يخلعون نعالهم، لأن الله أمر موسى بخلع عليه، والرسول أمرنا بمخالفتهم، أمرنا أن نصلي بالنعال مخالفة لليهود. نعم.